أجواء السنة مش حاسين إنه في عيد. هو الواحد بيحس بالعيد لما يصلي صلاة العيد ويكبر تكبيرات العيد، والأطفال حزنة على الأطفال اللي معيدوش، مفيش عيد عندهم، حتى أهلينا بعد عنهم كتير شهداء لنا في غزة ما شفناهم. مش نتمنى نرجع الشمال ونشوف أهلينا بس. العيد عندنا برجوع بس. رغم كل الظروف المحيطة بنا من نزول الأمطار ورغم القصف ورغم البرد الشديد الذي نعانيه، إلا أننا قمنا بأداء صلاة عيد الفطر، والحمد لله الذي وفقنا إلى هذا، وكل عام وأنتم بخير. والله إيش يعني محزن، محزنين على الأطفال، يعني حرام ما فيش عندهم جو عيد، ما فيش عندهم جو حاجة. كان الجو حلو، نصلي عيد، نروح نشتري على العيد، نلبس، نروح نصلي في الجوامع، نزور أحبابنا، قلت فيش حدا، أصلا أحبابنا مش موجودين عندنا. لا كسر بخطرنا، يعني إحنا قاعدين في الخيام، صلينا اليوم في الخيام، ما في عيدية وما في حاجة وما في كسوة للعيد. العيد هالمرة مش حلو لأنه ما فيش كسوة أواعي، وكل الأواعي هنا مش منيحة، في غزة لسه أحسن، وهنا مرمطين في الرمل وفي القرف، اللي بنجرح اللي بقع اللي بتمزع.